استاذ محمد، برضو رايك في المباراه والافضل اللي انت شفته في هذا اللقاء يعني من وجهه نظرك. هو المباراه طبعا زي انا متفق مع استاذ شريف ان هي فنيا لا تليق باسم الفريقين، تمام. ده رقم واحد. ولكن في مشكله ظهرت ويمكن ما حدش ركز عليها بشكل كبير بعد المباراه. خرجنا من المباراه بان فعلا في مشكله في اللياقه البدنيه للاعيبه الاهلي والزمالك. كان في مشكله واضحه، كنت تشوف في بعض اللقطات كده تشوف ان اللعيبه هنا بتتمشى واللعيبه هنا بتتمشى. عندك حق. حاجه، وده انا من وجهه نظري سببه تراكم الدوري، تلاحم مواسم. اطلع منتخب، تعالى منتخب، العب بتاع ده، واضح بشكل كبير جدا في المباراه. الناحيه الثانيه من ضمن الحاجات اللي الواحد لفت نظره، بس نقف في الحته دي برضو. تلاحم مواسم، بس هنيجي نبص ان الفريقين هما عندهم مجموعه من اللعيبه كبيره جدا، وبالتالي مش كله بيفضل بشكل اساسي يعني متواجد. حتى اللاعبين الاهلي والزمالك اللي متواجدين في منتخب مصر هم 2 أو 3 يعني. صح ولا غلطان؟ انا معاك، بس انا مثلا لو ربطت، ولو كده احنا بنحسبها كده باقي الموسم يبقى عامل ازاي؟ اللعيبه لعبت وهي مصابه امبارح، باقي الموسم هتبقى عامل ازاي؟ لو ربطت اللي انا بقول لك عليه كابتن محمد بارقام دقه التمرير، هتلاقي ارقام سيئه جدا داخله في 80% و70% للفرقتين. وده يعني بيبقى من اللياقه البدنيه ولا امكانيات؟ اجهاد، عدم تركيز. في لعيبه دون الداعي لذكر اسماء لعيبه، في لعيبه كانت مش قادره يعني. انا كنت حاسس حضرتك بحس لعيب الكوره، كنت حاسس ان اللعيبه شايله رمله في رجليها. وده كان واضح، كان واضح جدا موضوع اللياقه البدنيه ده، كان واضح بشكل كبير جدا. ويمكن كنت سامع الكابتن ماهر همام في المداخله كان بيتكلم في النقطه دي، لان الكابتن ماهر من المدربين المميزين، بيعرف فعلا من الامور دي. من ضمن مكاسب اللقاء من وجهه نظري ان الفار ما شفناهوش ضيع ضيع دقايق ولا ضيع وقت، رغم ان الزمالك كان ليه ضربه جزاء، الا ان الفار امبارح يعني ضربه جزاء، في ضربه جزاء كانت للزمالك ما رجعش ليها للفار. يعني كان في مطالبه بضربه جزاء بالظبط كده، هم يعني اخذوا قرار سريعا، ما محتاجوش ان هم يرجعوا. هو ده العلامه المضيئه، طاقم التحكيم من ضمن الايجابيات. من ضمن الايجابيات برضو شفنا واقتنعنا امبارح، ويمكن ده ترتيبا على بيان الرابطه، ان فعلا الكره للجماهير. يعني انت دلوقتي موضوع الجماهير مهم جدا. برضو من الايجابيات اللي انا شايفها، لان السلبيات كتير جدا، الروح المعنويه اللي احنا شفناها من خلال الصور بين اللعيبه قبل وبعد المباراه، دي الروح الرياضيه بين اللاعبين دي كانت حاجه كويسه جدا، لان اللعيبه دي انا بعتبرها ان هي القدوه، المؤشر للتعصب والمؤشر للجماهير. ودي كانت حاجه من ضمن الحاجات المميزه في المباراه. من ضمن الحاجات، واتفق مع استاذ شريف، شيكابالا في هذه المباراه كان من ضمن الايجابيات اللي بتقول ان عامل السن، والناس كلها كانت بتطالب عامل السن مش هو الاساس في ان انت تطالب باعتزال فلان او اعتزال علان بسبب السن، الخبره تستفيد هنا منه، الخبره ايه كان الوقت اللي بيلعب شيكابالا. ارقام شيكابالا في ال 45 دقيقه افضل من ارقام لعيبه لعبت 90 دقيقه. يعني شيكابالا رقم 2 في صناع الاهداف، الكرات الخطره، 3 جاب جول. ف 45 دقيقه مع شيكابالا في السن ده، متهيألي ان شيكابالا كان نقطه لتغيير مجرى المباراه. ايضا بالنسبه للنادي الاهلي، يمكن الحاجه اللي لفت نظري ان لعيبه النادي الاهلي استمدت الخوف او التراجع في سيطرتها في الشوط الاول من المدير الفني. انت كان عندك في الاهلي نسبه الاستحواذ كانت في الشوط الاول نسبه كبيره جدا، لدرجه احنا كنا بنتفرج يا استاذ شريف في الجرنان، كنت بقول لهم كاني احنا بنتفرج على تقسيمه وديه. كانت القدره على النادي الاهلي ان هو يحرز هدف تاني كانت متاحه، كانت مسيطر، كانت متاحه. وانا قلت لو الاهلي طلع بهدف واحد في الشوط الاول، الزمالك هيعوض في الشوط الثاني.